أعلن مجلس محافظة نينوى رفضه تدخل الجهات الأمنية والسياسية في الإشكاليات الحاصلة بين الوقفين الشيعي والسني في المحافظة، مبينا أن الحكومة المحلية دعت إلى تشكيل لجنة خاصة بالعزل والتفكيك للبت في الخلاف. نائب رئيس مجلس المحافظة نور الدين قبلان أكد أن الحكومة المحلية وجهت الوقفين بعدم إثارة الفتنة حول عائدية الأراضي وتقديم الأولويات الأصولية التي تثبت ملكية الوقف لأحد الطرفين. ودعا قبلان إلى إيقاف ومنع عمليات الاستيلاء على الأراضي عنوة وإثارة النعرات الطائفية في الشارع المصري. الأيام الماضية أثيرت مسألة استغلال أراضي الأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية المنحلة من قبل الكثير من الإعلاميين والكثير من السادة النواب والسياسيين والمسؤولين في الدولة العراقية بسبب وجود لوحات أو وجود عقود مع مواطنين. والقانون العراقي اليوم يحكم بأن يكون هناك لجان عزل وتفكيك تفرز وتحكم ما بين الأمور المتنازعة عليها في مسألة الأراضي التابعة للأوقاف، إن كان الوقف السني والوقف الشيعي وأيضا وقف الديانات الأخرى. وأيضا تم توجيه الوقفين في محافظة نينوى بعدم إثارة أي موضوع من هذا القبيل لحين أن تجلس هذه اللجان وتحسم الأمور، وكل يقدم المستمسكات والأمور التي تثبت بأن هذه الأرض تعود لوقفه.